قال سعادة السيد صباح الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل إن نسبة الباحثات عن عمل بلغت 85%، ما يعد رقما عاليا وتحديا كبيرا تواجهه الوزارة. الدوسري قال في تصريح خاص أدلى به إلى مركز الأخبار أن الوزارة في صدد مشروعين مهمين سيساهمان في توظيف الإناث بشكل كبير، هما مشروع التوظيف النوعي والتوظيف الجزئي. يعني آخر إحصائية لنا كانت أن نسبة الإناث تقريبا 85%، وهذا يعتبر بالنسبة لنا يعني رقم عالي، ولكن وزارة العمل يعني سوف تباشر مشروعين مهمين وهما البحرنة النوعية، وكذلك يعني هذا المشروع البحرنة النوعية أو التوظيف الجزئي سوف يخدم شريحة الإناث. وأنا أعتقد عندما نباشر هالمشروع بأهمية سوف تقل النسبة إن شاء الله بإذن الله. البحرنة النوعية وهذه سوف يستهدف بالأخص الإناث الذين أصبحوا متعطلات فترة طويلة والجامعيات، بحيث نحاور صاحب العمل في وجود وظائف مقبولة لهن برواتب مقرية، وسوف تدعم الوزارة الراتب لمدة فترة معينة بحيث أن صاحب العمل يتحمل الكلفة، وكذلك العمل الجزئي وهو عمل مشترك من بين أكثر من يعني بين موظفتين، بحيث أن واحدة تأخذ مثلا الأربع ساعات الأولى والثانية أربع ساعات ويوزع الراتب بالتساوي، وهذه سوف يسهل حتى توظيف القوائم العاطلين اللي عندنا بالنسبة حق الإناث.